صباح الخير صبايا، وصباح الخير لك المشاهدية الإخبارية السورية. أكيد ضمن تغطيتنا الإعلامية بمحافظة حلب الشهباء، اليوم اخترت صباحي يكون غير شكل، اخترت صباحي يكون رياضة، ومو حيالله رياضة، رياضة كرة السلة. أنا هلا موجودة بنادي الحرية لكرة السلة لحتى نطلع أكثر على واقع الرياضة بمدينة حلب الشهباء. بالبداية رح أرحب بجورج لاعب كرة سلة، عرفنا عن حالك يا جورج أكثر. جورج جونو، عمري 18 سنة، لاعب نادي الجلاء ولاعب منتخب سوريا. بلعب مع الرجال ومع الشباب بفئات النادي. جورج، احكي لنا عن واقع الرياضة خلال سنوات الحرب، وقد ايه فرقت علينا هالسنتين بعد الانتصارات يلي حققوها أبطال الجيش العربي السوري بحلب. هلا نحن اول عديد فتره نحن سكروا منشآت نادي الجلاء بسبب الحرب وبسبب الهاونات والقذائف كانوا عم ينزلوا، فبلشنا نضطر ونتمرن بملعب مفتوح يلي هو كان بالعزيزيه. فكان اوقات وقت ينزل مطر يتغد تمريننا، وقت ينزل القذيفه يتغد تمريننا، فما كنا بنقدر نتمرن. اوقات كانت تلتغد دوري، يتاجل الدوري، تتاجل المباراه، كله بسبب القذائف. فكان اوقات يعني بتغير الدوري، بتأجل الدوري، ما بتغير التمرين، ما بننزل على التمرين يعني. وكان في عنا دائما سفر متعب، مثلا اذا نسافر من هون للشام، من هون لحمص، عنا سفر كثير طويل وسفر متعب. فهلا بعد تغير والحمد لله، يعني صرنا سنتين نحن على النصر بسوريا، صار نادي رجعنا على منشآته القديمات، فرجعنا صار في ملعب يعني مغلق، صالة مغلقة صرنا نقدر نتمرن فيها. من قبل خلال الحرب كنتوا تتمرنوا بنادي مفتوح؟ كانت صالة مفتوحة، يعني إذا نزل مطر تغى التمرين بشتاء، كنا يعني ننزل بنحط يعني بنحط علينا وبننزل، عرفتي؟ كان هيك بننزل نتمرن. هلا صار نتمرن بملعب مغلق، صرنا بصالات مغلقة رجعنا، ورجعوا لعيبة يعني بسبب الحرب كمان سافروا كثير لعيبة معنا من النادي، صاروا يلعبوا بغير أندية. بس هلا رجعوا لعنا، وصار كمان بدنا نجيب لعيبه من غير نوادي، رجعوا صاروا عنا، لانه يعني خلص صار الوضع امن بحلب وبنقدر نتمرن، ورجعت الرياضه مثل قبل واحسن ان شاء الله. شكرا جور، ميرسي، ان شاء الله هيك بشوفك بالعالميه يا رب. ان شاء الله. شكرا. خليني انتقل لشباب من انديه مختلفه، بلش من هون هيك بالترتيب، هيك مبينه عليهم، انا مبين طولي منيح بما انه كلكم ما شاء الله طوال. مرحبا. مرحبا، يعطيك العافيه، عرفني عن حالك. انا اسمي كريكورت نيكيجان، من نادي العروبه، لاعب نادي العروبه. احكي لي اكثر عن الرياضه بحلب وخاصه كره السله، ويمكن مرقتوا بظروف صعبه انتم بمدينه حلب، ولكن برغم هيك كنتوا دائما تتفوقوا بالرياضه. ايه، اخر فتره، اخر 5 سنين خاصة الرياضة السورية عامة والحلبية خاصة تضررت كثير وعانت كثير بسبب القذائف، بس بعد تحرير حلب بفضل الجيش العربي السوري استطعنا من إعادة تأهيل الصالات مثل صالة الأسد وصالة الجلاء، وعم نسابر بالتدريبات والمباريات وكل شيء. شكرا كثير لك كمان. مرحبا. أهلا وسهلا. أنت من أي نادي وشو اسمك؟ الحرية محمد أسعد. يعني من هون؟ اي، من هون نادي الحرية. اي، على راس. يمكن هون النادي هو اكثر نادي كان يستقطب كل النوادي لحتى يلعبوا فيه ولا يتدربوا فيه ولا يصير فيه مباريات عديده. خلينا نحكي عن هالنادي وشو بيعني لك. طبعا اول شيء نادي الحرية من الانديه القديمه كثير في حلب عنا، وثاني شيء بسبب ظروف صالة الاسد اللي كانت موجوده، ضرب الصاله بصالة الاسد، ينتقل كل المباريات لعنا على الصاله، بهالشيء صار ضغط عنا كثير في الصاله، وكل التدريبات تصير عنا وكل الفرق شو يتمرن عنا، بهالسبب صار الضغط كبير في الصالة. هلا شوي ارتحنا الحمد لله بعد ما صارت صالة الأسد أحسن، وعم تمرن والحمد لله كل شيء تمام. الحمد لله. أكيد. شكرا لإلك. مرحبا. أهلا وسهلا. معلي اطلع لفوق. اطلع لفوق مشان أوصل. كيفك؟ الحمد لله تمام. عرفني عن حالك. أنا اسمي محمد عجاج، لاعب نادي الحرية. كمان هون بالنادي، يعني اليوم اللاعبين الحلبية مثل ما متعودين عليهم كمان بيسافروا على غير محافظات، ولكن خلال سنوات الحرب عانيتوا من هذا الشيء، اليوم قديش هيك الانفراج واسع من بعد ما تم تحرير حلب؟ يعني الحمد لله، يعني قبل كان في ضغط وما كنا نقدر ننزل على النادي كثير، يعني طبعا قلت اني كنا نسافر وكذا ونبعد عن حلب، يعني هي اني محافظتنا وبلدنا وبنعرفها، وبس الحمد لله يعني بعد ما تحررت حلب وهيك جينا لهون على النادي والحمد لله كله تمام،
وصالتنا يعني رجعت مثل ما انك شايفه، رجعت دهنوه وصالة اسد وصالة الجلاء، والحمد لله يعني نحن الرياضه الحربيه متفوقين بكل شيء. وبطوله انت ادى لهالكلمه؟ ايه ايه ادى قدام كل الانديه، قدام كل الانديه. نحن طلعنا من حلب بكاس الاتحاد جلاء وحريه، نحن سعيد، نحن حريه خسرنا وطلعنا الرابع، بس فرحنا كمان لنادي الجلاء اللي هو لاني من محافظتنا انه طلع اول سوريا، فنحن لهم كل قلبنا. يعني الحمد لله وان شاء الله كل امور بخير. كمان ميرسي، كمان مرحبا. مرحبا، كيفك؟ منيح. تمام، عن حالك؟ انا ميناس طشجان من نادي العروبه. خلينا نحكي، يمكن زميلك كان ثقته عاليه بحاله من نادي الحريه. نادي الحريه انت؟ حريه. ايه انت عروبه، ثقته كثير عاليه بحاله، تلعبوا ضد بعض، كيف الوضع؟ لا تمام هلا الوضع، بس هو دائما لما نلعب ما بنحسب. كيف هيك بعد يمكن تحرير حلب الشهباء من الارهاب وهيك، قديش الحياه رجعت احسن من قبل، والرياضه يمكن صارت احسن واسهل بفضل، واللعيبه ويمكن والانديه من المحافظات السوريه صاروا يجوا لعندكم؟ لا الحمد لله، الرياضه يعني حاله الرياضه بالسوريه كثير كويسه، قبل كانت تراجعت بالازمه، هلا الحمد لله بعد تحرير حلب صارت الوضع احسن وان شاء الله راح نتحسن اكثر. ان شاء الله، اكيد نحن متابعين، ولكن خليني اقول انه في وراي مباراه بين مين ومين الشباب؟ النادي الحريه والسكك. نادي الحرية والسكك أكيد عم يلعبوا الشباب مثل ما شايفين بالكاميرا مع ثائر، لحتى أكيد ننقل أجواء الرياضة وأجواء الحماس غير شكل أكيد من حلب الشهباء أندية الحلبية. خلينا كمان نكفي مع الشباب، خلينا نجي هيك شوي نقرب. مرحبا. مرحبا. شو هالطول الحلو؟ ميرسي. عرفنا عن حالك. انا هوفيك كلزي بلعب من نادي اليرموك، بلعب من فئة ناشئين وبلعب مع الرجال كمان. يمكن كثير مرقتوا بمواقف صعبه، كثير ايام كنتوا تضلوا محصورين بقرنه ما بسبب القذائف الارهابيه يلي كانت بمنطقه حرب خلال الحرب، خلينا نحكي يمكن عن الاراده والقوه يلي داخل قلوب شبابنا السوري وحبه للرياضه لحتى وصلته يعني من بعد النصر اليوم عم نشوفكم بتفوق عالي. هلا نحن مرينا بظروف صعبه كثير، لانه صار اوقات انه وقت التمرين تنزل قذائف وبيوقف التمرين بنكمله بعدين او بنروح على البيت، بنضل قرنه وحده يعني، ونزلت بنادينا قذيفه كمان وقف التمارين كمان، يعني مرينا بكل ظروف صعبه وهلا ان شاء الله لاحسن. نعم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شو حابب تقول هيك كلمة لكل الحلبي؟ لازم انه بما انك ارمني قل لي اياها بالارمني. لازم ان ما بتعرف تحكي ارمني، صرت تحكي عربي. بيتكي انه شارناجين خال تشيجينانك يف هاتشوين. شكرا. شكرا لك، وكمان بدي اقول هاي للشباب. هاي. يعطيك العافيه. عرفني عن حضرتك. اسمي عروت موبيان، النادي لاعب نادي يرموك، مواليدي 2004. خلينا نحكي عن التدريبات الرياضية كيف هلا بالوضع، يمكن اليوم بعد ما تم تطهير منطقة حلب. تطور ايه تطور، كل نادي له الملعب الخاص، هلا اشتغلوا على ملاعب، احترق ملعبنا النادي يرموك، مشان هيك رجعنا شوي، بس هلا تطورت شوي. يمكن قد ايه بيوجع مشهد انه يحترق النادي تبعكم، قد ايه هلا عندكم امل باعاده ترميم؟ اعاده ترميم النادي. ايه يلا ان شاء الله بشوفك بالنجوميه، خليني سائر روح لعند الحاكم الدولي الي هون، هاي
إلي. هاي كيفك؟ يعطيك العافية. يلا بدنا ناخذك هيك على السريع بالبريك، يعطيك العافية. اليوم نحن موجودين بنادي الحرية بحلب ونحن ضيوفكم اليوم، خلينا نحكي عن الرياضة ورياضة كرة السلة بحلب. هلا من المعروف يعني انه السلة السورية هي يعني معقلة بحلب، يعني من المعروف هذا متعارف عليه جدا انه اهم الأندية واهم البطولات كانت موجودة بحلب. نحن بصالة نادي الحرية عندنا اليوم دوري كرة سلة للرجال كأس الجمهورية. دائما ما وقفت السلة بحلب، هي الصالة احتضنت كل الدوري وقت كان في شوي مشاكل بحلب، كان هون يلعبون على هي الصالة، يعني كثير اعتمدنا عليها بالبطولات، مشكورين اكيد إدارة نادي الحرية وهي الصالة شالت كثير بطولات. انا برأيي كرة السلة بحلب من اسباب بقاء عائلات كثيرة، ومن اسباب بقاء الحياة بحلب هو وجود رياضة يعني بسوريا وبحلب خاصة اللي هي جمعة الكل طبعا. وفي عالم ابدا ما قدرت تترك المحافظة، ما قدرت تترك المدينة، لانه هي اولادها بيلعبوا باندية حلبية وعندها طموح انه هن يشوفون بالمنتخبات ويشوفون مثلنا مثل كل الكوادر، نحن حكام ومدربين وكل العالم اكيد بقينا متواجدين عشان نتم عايشين اجواء هاي اللعبة يعني. يمكن كثير من الشباب بالسنوات الماضية تعرضوا، أيضا يمكن القطاع الرياضي تعرض لإرهاب وتعرض لكمان إصابات. خلينا نحكي اليوم هاي الإرادة الحلبية الموجودة بقلوبكم من خلال اللعب عم نشوفها بتفوق، يعني خلال تواجدكم بحلب لازم تواكبوا الحياة اللي عم ترجع لحلب رياضيا، يعني المنشآت اللي عم ترجع تتعمر، الصالات. هلا هي الصالة من يومين رجعت عملوا لها كمان إعادة تأهيل، وصالات كثير بحلب عم ترجع تعمل إعادة تأهيل. أنا بتشكركم كثير، أكيد بدنا نرجع نكفي الماتش. ميرسي ميرسي. شكرا لك إلي. أكيد يعني مثل ما شايفين مشاهدينا نحن موجودين بحلب الشهباء، حلب الصمود، حلب يلي أكيد ما قدر الإرهاب إنه يمحي طموح أبناء شبابة أبطالة. كيفك؟ تمام تمام. أنت عم تأكد لحالك اليوم، أنت كشاب سوري مرقت بمراحل صعبة، خلينا نبعد شوي عن الرياضة من خلال الدرس، أي يعني كثير تعرضتوا لضغوطات سنوات كثيرة وصمتوا وقذائف. نعم، من بعد هي المرحلة اليوم أنت كشاب سوري كيف عم تفكر بمستقبلك؟ ايه اكيد انه يعني هلا مستقبلنا كويس بعد ما رجع الامن والسلام، ما ضل في قذائف، صرنا نقدر نرجع على المدرسه ويعني احسن، ونقدر نلعب باسكت. يعني وقت رجعت الصالات يعني كان بس نقدر نتمرن بالحريه وما كان في تمارين، وكان في قذائف وكثير اشياء صعبه. بس هلا بعد ما رجعت صالات الاسد وصالات الجلاء وصالات الحريه يعني رجعت صار، والسله على حلب ترجع اقوى واحسن بكثير. نعم، خلينا نحكي انت قد ايه بالاسبوع بتتدرب وايمتى بتنزل؟ كل ايمتى وايمتى؟ على حسب التمارين، بس بننزل بنشوط بالنادي والكوتش بينزلوا معنا وبعلمونا حركات جديده. يعني طبعا بضلوا هن عم بتواصلوا معنا وبقولوا لنا انه تنزلوا على التمرين عشان نتحسن وكذا ونرفع اسم حلب بالاخير. اكيد. خليني هيك بالختام، ختام حديثي معك، نقول كلمه اخيره من حلب الشهباء لكل العالم. انه هن بس يجوا يطلعوا على الجمهور اللي عنا بيعرفوا انه نحن من اصل السله تنبع من عنا، نحن منعطي للعالم السله كيف تنلعب، فلازم يجوا لعنا ويشوفوا. شكرا كثير لك وشكرا لكل الشباب، واكيد نحن مستمرين بتغطيتنا الاعلاميه الدائمه من حلب الشهباء خلال فتره النصر انتصار حلب بالذكرى السنه الثانيه على التوالي. صبايا حطيتكم اليوم وحبيت اكيد احطكم باجواء كره السله الحلبيه. رح أرجع لعندكم وانتظرونا بكل جديد، ومن حلب صباح الخير.